الفصل الثالث: المنهاج السياسي. خامسا: العلاقات. ثانيا: علاقاتنا خارج المغرب. أولا: فلسطين وكبداه على فلسطين. أولى قضايانا هي قضية المسلمين الأولى والمصيرية، هي الشاهد على ما وصلت إليه الأمة من هوان على العالمين، وهي الدليل على ظلم الاستكبار العالمي المسنود بتخاذل حكام المسلمين. لنأل جهدا في نصرة هذه القضية وتعبئة شعبنا وأمتنا لذلك. لن تجدي مفاوضات ومواثيق مع اليهود الصهاينة طالما ظل المنتظم الدولي متفرجا سلبيا على ما يقع من تذبيح وتقتيل لإخوتنا وأخواتنا في فلسطين. ولن تتحرر فلسطين ما لم تتحرر الشعوب الإسلامية من أسر حكامها.